طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله نبدأ بها أي عمل وعلى الله فلنتوكل إن شاء الله. بسم الله نبدأ بها أي عمل نقوم به. علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أننا عندما نقوم بأي عمل بجايته وتوكل وتسليمة الله عليه. بسم الله وعلى الله فلنتوكل. كما سبق لكم أن هذه الدورة يقدمها المدرب عزيز محمد عزيز الضمير عليه الصلاة والسلام. في البداية كما قلنا الدورة يقدمها المدرب محمد عزيز الضمير حاصل على مكتب الإعلاميات ودبلوم دراسات عليا في الإعلاميات، وهو بمثابة مهندس الكيمياء حاصل على شهادة المتريك في الكيمياء، وله شهادة سيسكو في الشبكيات من أكاديمية سيسكو من أمريكا، وهو مسعف الهلال الأحمر مغربي مسعف متطوع ورئيس لجنة الإسعاف ومدير دولي معتمد من مجموعة الأكاديميات ومستشار التدريب والتعليم المستمر لموسوعة التكامل الاقتصادي العربي الإفريقي، وله شهادات في التخطيط وهو منشط كذلك في اكتساب الدين ببرنامج الصروبات، وهو خبير في الخرائط الدينية. وهنا ننتقل إلى هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. أهلا بكم. إذن كما قلنا في الدورة السابقة في الجزء الأول، الحمد لله الذي جمعنا من كل قطر عربي في هذه القاعة لكي نتعلم، من تونس، من الجزائر، من المغرب، من مصر، من السعودية، من اليمن، الحمد لله كلنا عرب، كلنا مسلمون نجتمع على طلب العلم، هذا هو أهم شيء. كما قلنا في الدورة السابقة أن هدف الدورة يتمثل في كيفية البحث عن أفكار جديدة. في الأفكار لديها عدة إيجابيات توجد حل بديل، أو أفكار لديها عدة سلبيات قلة عدد الموارد المتاحة لدينا، وكيفية تحديد أنواع التفكير وكيفية. هذه هي أهداف الدورة والمحاور للجزء الثاني، هو تطبيق القبعات الست للتفكير سميتها خصائص القبعات الست. ما أهم استخدامات قبعات التفكير؟ ماذا قالوا عنها؟ وهناك تدريبات على التفكير بطريقة القبعات الست. اكتبوا عندكم هذه المحاور لكي تناقشوا في الأخير هل في الواقع أعطيتكم هذه المحاور أو لا. في البداية يجب أن نستذكر ما درسناه في الجزء الفارغ. من يذكرنا بما درسناه في الجزء الفارغ؟ من يقول لي ما هي الأفكار الأساسية التي درسناها في الجزء السابق؟ من من المبدعين؟ القبعات السبعة، نعم، ولكن ماذا درسنا في الجزء السابق؟ كيف نتعامل مع القبعات الست؟ ممتاز، والأسئلة لكل قبعة، ولكن كم القبعة درسنا في الجزء السابق؟ القبعة البيضاء والحمراء، خصائص القبعات الست، ممتاز. ما فائدة القبعات الست؟ رائع. وكتبت أنواع التفكير المتوازي والمتعاكس، أنواع قبعة الست، نوع ونمط كل قبعة، رائع. في البداية كنا رسمت خريطة لما درسناه سابقا. أول شيء تكلمنا عن التفكير. في التفكير تكلمنا التفكير في المنظور الإسلامي، وانطلقنا من آية قرآنية كريمة، وقلنا كم من عدد الآيات التي دلت على التفكير، وكذلك ذكرنا حديث نبوي شريف يتعلق أكثر من 300، نعم، رائع أستاذة فاطمة. ثم تكلمنا عن أقوال المفكرين عن التفكير،
ومن بعد ذلك انتقلنا إلى مخترع القبعات سيف أدوارد دوغونو. قلنا من هو؟ هو طبيب من إنجلترا وحاصل على دكتوراه في الفلسفة ودكتوراه في علم النفس ودكتوراه وطبيب جراح للأعصاب. ثم قلنا أهم الآراء التي عنده، وتكلمنا عن مفاهيم خاصة بقبعات السيف، وتكلمنا عن الأهداف الأساسية والأهداف العامة لقبعات السيف، ثم أهداف الفرعية، ثم تكلمنا عن تقنيات القبعات السيف وفوائدها كما قلتم والتطبيقات العامة، وبدأنا بالقبعة الحمراء العاطفية والقبعة البيضاء الحياد التفكير الحيادي. هذا ما درسناه في الجزء السابق. إذن ننتقل إلى القبعة السوداء. القبعة السوداء وتساوي وتعني التفكير السلبي. التفكير السلبي. وهنا نذكر اللون، ويرمز لنا اللون الأسود كناية عن السلبية والتشاؤم. تستخدم القبعة السوداء عند التفكير بالجوانب السلبية للموضوع. اللون الأسود دائما تجده عند السحرة، عند الناس المتشائمين السلبيين، عند المجموعات السلبية تجد دائما عندهم لباس خاص باللون الأسود. إذن يستخدم القبعة السوداء عند التفكير بالجوانب السلبية للموضوع، وهو من جهة تفكير منطقي ومن جهة أخرى سلبي ناقد. فالأخضر الحيطة والحذر واحتمالات فشل الموضوع والخطأ المترتبة. تعتبر هذه القبعة ذات سطوة فعالة، مكون هام من مكونات التفكير. إنها يا أستاذة صافية التفكير السلبي في المشاريع أو في الدراسة هو تفكير جد مهم، يجعلك تأخذ الحذر واحتمالات الفشل. لذلك تخطط لكي لا تقع في تلك الاحتمالات الفشل. عندما تمكن بسلبية تحاولي أن لا تسقط في تلك المشاكل. وصاحب هذه القبعة يسأل كم نسبة ربح هذا المشروع؟ الضوء الذي تلعبه والإشارة إلى أماكن الضعف والوهن في طريقة تفكيرنا. مثلا إذا كان عندنا مشروع وكنا قد كنا بلبس القبعة السوداء، أستاذ أكرم أتى بالجملة المناسبة، نقترب أسوأ الاحتمالات كي نفكر في البدائل. ممتاز ورائع، والكل يرسل له نجوم. أين أنتم النجوم؟ يجب أن ترسل إلى الأستاذ أكرم هذا المبدع. إذن كما قال أستاذ أكرم، فالدور الذي تلعبه هو الإشارة إلى أماكن الضعف والوهن في طريقة تفكيرنا، وتقولنا للتفكير في المنطق والبحث عن المشكلات والمخاطر والتنبيه للأخطاء التي قد تواجهنا، وتفعلنا علامات التحذير وتبين كل ما قد يثير القلق وعدم الاستقرار. القلق وعدم الاستقرار، هذا هو مفهوم القبعة السوداء. وهنا عند ارتدائها يجب أن نركز على النقاط التالية. التفكير بالقبعة السوداء يساعدنا اتخاذ قرارات جيدة. إذا لبسنا القبعة السوداء تجعلنا نتخذ القرارات الصائبة والجيدة. عدم تفاؤل احتمالات النجاح، بل التركيز على احتمالات الفشل عندما نلبس القبعة السوداء. استعمال المنطق في نقد الآراء ورفضها وتوضيح عدم أسباب النجاح. توضيح نقاط الضعف في أي فكرة والجوانب السلبية منها. التركيز على العوائق والصعوبات والمشاكل والتجارب الفاشلة. محاولة ارتدائها حتى لا نبالغ في توقع النجاح أو نغامر دون حساب. عدم استعمال الانفعالات والمشاعر بوضوح. حاول أن ترتديها حتى لا تبالغ في التفاؤل. استكشف الأسباب وراء عدم جدوى وفعالية الأشياء. نمنح أسباب منطقية للمخاوف. حاول أن تميز المتحدث عندما يرتديها. عندما ترتديها اعترف بنقاط الضعف وكيف تغلب عليها. عندما تحاول من يرتديها لا تقود المخاطر. استعملها مع القبعة الصفراء لتعرف على سلبيات وإيجابيات أي اقتراح أو فكرة. وسيلة فعالة
قرارات التقليل وحل المشاكل عندما تستخدم قبل القبعة القدرة. هل عرفتم النقاط التي يجب علينا التركيز عليها عندما نلبس القبعة السوداء؟ فيها سين أستاذ والدكتور علاء، انظر إلى هذه القبعة، لأن لبس القبعات هناك تفصيل في لبسها. مثلا نلبس القبعة السوداء ثم نلبس القبعة الصفراء كما سنشرح من بعد، لكي نعرف الجوانب السلبية والجوانب الإيجابية. هي قبعة جنب الطوارئ كما يقول أستاذ أكرم. مثال على القبعة السوداء، هذه فكرة لديها عدة سلبيات كقلة عدد المواد المتاحة لديها. مثال بسيط، في منطقتي يوجد كثير من أماكن الأكل. فكرت أنا وأصدقائي في شراء محل لتقديم الأكل، فأتى أحد أصدقائي وقال لي هذه الفكرة سلبية، لأن هذا المكان فيه الكراء جد مرتفع، هنا في هذا المكان الكراء جد مرتفع، إذا هذه الفكرة سنقصها المواد المتاحة، سأبقي هذه الفكرة هنا، وعندما أخذ القبعة الصفراء سأقول لكم الحل. الأسئلة التي يطرحها المستخدم القبعة السوداء هي على الشكل التالي: ما هي المشاكل المتوقعة؟ ما هي المخاطر المحتملة؟ ما طبيعة الصعوبات التي يمكن أن تواجهنا أو تواجهنا؟ ما هي الأشياء التي تستوجب الحذر؟ أعيد عليكم الأسئلة التي تطرح: ما هي المشاكل المتوقعة؟ ما هي المخاطر المحتملة؟ ما طبيعة الصعوبات التي يمكن أن تواجهنا؟ ما هي الأشياء التي تستوجب الحذر؟ هنا سنخلع القبعة السوداء ونقول: ما رأيكم في هذه الصورة؟ أعطوني تعبير على هذه الصورة. ما جعلت المساجد المرتاحة في بيت الله؟ أكرم عندك حق، ولكن هذا المكان ربما لن تجد مسجدا يماثله في هذا العالم إلا هذا المسجد. هذا المسجد فيه سيد الخلق قد دخل. هذا المسجد هو المسجد النبوي، فيه سكينة، فيه راحة، فيه الأمان. وما أدرك الأمان؟ أن تحس بالأمان وأنت قرب سيد الخلق، هو جالس في قبره وأنت قريب منه، تحس بالراحة والطمأنينة والسكينة. اللهم بلغنا ذلك المكان، قولوا معي: اللهم بلغنا ذلك المكان، اجعلنا من زوار قبر سيدي وحبيبي رسول الله، واجعلنا ممن يصلون في الروضة راحة بال في الصلاة، آمين يا رب العالمين. ثم ننتقل إلى القبعة، وارزقنا شفاهته. نعم يا صديق. إذن ننتقل إلى القبعة الصفراء، وتساوي التفكير الإيجابي. والقبعة الصفراء متعلقة بلون الشمس، لون الإشراق، لذلك يرمز هذا اللون إلى الأمل، إلى التفاؤل، ويرمز إلى كل ما هو إيجابي. التفكير القبعة الصفراء تتراوح ما بين ما هو منطقي وعملي من جهة، وما هو أحلام وآمال وخيالات من جهة أخرى، عكس السوداء كما قال أستاذ نجاس. التفكير أكثر من الحلول في الآمال، في التخيلات، في الأحلام. وتفكير القبعة السوداء تستخدم هذه القبعة عند البحث عن الجوانب الإيجابية لأي مشروع، لأي موضوع، ومناقشتها، وعمل النجاح المتوفر، والآمال والطموحات والفوائد والأرباح، فيها آمل كبير. سأعيد لكم القصة السابقة.
تشغيل النصف الايمن من المخ. ممتاز ممتاز ممتاز. ربطت هذه دورة الخرائط الذهنية، رائع. وهنا هنا هنا وهنا يمكن صاحب هذه القبعة يسأل ما هي الفوائد، ما هي، من هو المستفيد؟ هذا التفكير معاكس معاكس تماما للتفكير السلبي. القبعة السوداء ويعتمد على التقييم الإيجابي فقط وتوقع السلبيات. وهنا تكون مشكلة هذه القبعة. إذا من الممكن أن نقع بالمشكلة التي تؤدي إلى العواقب وخيمة غير مرغوب فيها إذا لبسناها بدون لبس القبعة السوداء. يجب أن نلبس القبعة السوداء والقبعة السوداء مع بعضهما البعض. عند ارتداء هذه القبعة يجب أن نركز على النقاط التالية. استخدمها استخدامها يتطلب بعض الجهد. إنها مكملة للقبعة السوداء وأقل تلقائية مقارنة بها. التفاؤل والأمل والطموح والإقدام والإيجابية والتعداد للتجارب. التركيز على إبراز احتمالات النجاح وتقليل احتمالات الفشل. تدعيم الآراء وقبولها. تدعيم الآراء وقبولها. استعمال المنطق. نعم هناك صوت. هناك صوت. إيضاح نقاط القوة في الفكرة والتركيز على نقاطها الإيجابية. تهوين المخاطر والمشاكل وتبيين الفوارق عن التجارب الفاشلة السابقة. التركيز على الجوانب الإيجابية تفعيل الهدف العالي. الاهتمام بالفرص المتاحة والحرص على استغلالها. توقع النجاح والتشجيع على الإقدام. عدم استعمال المشاعر والأحاسيس بوضوح. يسيطر على من يرتدي حب الإنتاج والإنجاز ليس بالضرورة في الإبداع. يتمتع بآمال كبيرة وأهداف طموح أهداف طموحة يعمل نحوها. أداة فعالة يعني نكون متفائلين. نعم أداة فعالة لتقييم عندما تستخدم على القبعة السوداء هي أداة جد فعالة عندما تستخدم على القبعة السوداء. محاولة ارتداء القبعة الصفراء قبل وبعد القبعة السوداء عند مناقشة أي موضوع أو اقتراح ليحدث التوازن. حاول أن تميز الحديث عندما يرتدي صاحبها هذه القبعة. إذا قلنا هذه هي النقاط التي يجب أن نركز عليها عندما نرتدي القبعة الصفراء. والمثال هذه الفكرة لديها عدة إيجابيات كوجود حل بديل. قلت لكم أنني وأصدقائي قررنا أن نشتري محل أو مكان لكي نقدم فيه طعام في مكان معروف عليه بتواجد المطاعم. الفكرة الأولى عرضها أحد الأصدقاء. الفكرة الأول عرضها أحد الأصدقاء لأن كراء الأماكن في هذه المنطقة جد مرتفع. أما عندما ارتدى أحد الأصدقاء القبعة الصفراء قال لي هذا المكان جد رائع، فيه عدد الساكنة مرتفع، هذا المشروع سينجح انطلاقا من عدد الساكنة. هنا ارتدى القبعة الصفراء والقبعة البيضاء لأنه يقول حقائق، يقول عدد مرتفع ويكون رقم. إذن هنا ارتدى القبعة الصفراء والقبعة البيضاء بعكس صديقنا السابق ارتدى القبعة السوداء لأن هناك حلول بديلة. عندنا حلول بديلة لمشكل السابق أن الكراء مرتفع. قال هنا عدد الساكنة زيد مرتفع بمعنى المدخول سيكون مرتفع سيغطي المصاريف. ننتقل إلى هذه الأسئلة التي يطرحها المفكر بالقبعة الصفراء. ما هي الفوائد؟ أول سؤال، ما هي الفوائد؟ ما هي الإيجابيات؟ ما هي القيمة الفعلية التي سنحصل عليها؟ هل هناك مفهوم واضح وجذاب في هذه الذكرى؟ هل يمكننا تطبيق هذا المفهوم الجذاب؟ هذه هي الأسئلة التي يطرحها مستخدم القبعة الصفراء. كم من رجل في هذه الصورة؟ هل هناك أربعة أم خمسة أم ستة؟
ممتاز أستاذة مريم. أستاذ الدكتور علاء يقول 5، خالد 4، مريم 5. إنها خدعة بصرية، هل رأيت فيلا يوما ما عنده 5 أقدام؟ قولوا لي، هل رأيتم يوما ما هناك حيوان له 5 أقدام؟ لا، هذه خدعة بصرية، الفيل له 4 أقدام، ولكننا عندما نقوم بارتداء أحد القبعات، وهي قبعة الإبداع التي سندرسها الآن، نرى أن الفيل له 5 أقدام. عندما نلبس قبعة الإبداع نرى أن الفيل له 5 أقدام، المدعي ربما يقول 6. كل يرى حسب رؤيته للصورة، يكتب يحيى. شكرا أستاذ يحيى. القبعة الخضراء وهو التفكير الإبداعي، والأخضر مرتبط بالأشجار، هذا اللون يذكرنا بالحقول والنمو، بالخوارق في الطبيعة الهائلة وإمكانياتها. وعندما نفكر لون الفطرة، لون الجنة، لون الجنة، الخضرة معروفة بها لون الجنة. وعندما نفكر من خلال اللون، نحن نستخدم من طبيعة الحياة مثلا للتطوير والتغيير، بما لها من قدرة على التكاثر والازدهار. يرمز هذا اللون للتفكير الابتكاري والإبداع المنتج، وضح البدائل المختلفة والأفكار الجديدة، والخروج من الأفكار القديمة والمألوفة. ولون مريح جدا كما قالت فاطمة، وتوليد حلول المشكلة المتوقعة، والبحث عن التميز الخاص. وصاحب هذه القبعة يسأل، هل هناك بدائل إضافية؟ هذا التفكير له أهمية كبرى عن باقي أنواع التفكير. أعطي اللون الأخضر تشبها باللون النبتة، هل تبدأ صغيرة ثم تنمو وتكبر. انظروا إلى الأشجار تكون صغيرة ثم تكبر تخرج إلى فروع. كذلك التفكير الإبداعي يبدأ بفكرة صغيرة ثم تنمو هذه الفكرة وتكبر حتى تصل إلى. إذن هنا تعرفنا على القبعة الخضراء وعلاقتها كما قالت مثلا الخلق والإبداع. إذن هنا عرفنا اللون وعلاقته بالقبعة وعلاقته بالتفكير الإبداع. وعند ارتداء هذه القبعة يجب أن نركز الابتكار، أن نركز على النقاط التالية: الحرص على الجديد من الأفكار والآراء، البحث عن بدائل وخيارات جديدة لكل أمر، لا يمنع استغراق بعض الوقت والجهد لبحث الأفكار الجديدة، استعمال طرق الإبداع وأسئلة مثل ماذا لو، محاولة تطوير الأفكار الجديدة أو الغريبة، الاستعداد لتحمل المخاطر واستكشاف الجديد. عندما الخروج من المألوف، عندما كما قالت وصال، عندما تستعمل هذه القبعة اتبعها بالسوداء والصفراء حتى تعرف هي إجابة الفكرة الجيدة، البحث عن الاحتمالات القائمة حتى وإن كانت تلك الاحتمالات بعيدة أو غير متوقعة. القبعة الخضراء تشجع التفكير خارج الصندوق كما كتب أستاذ أكرم. القبعة الخضراء تشجع على طرح الاقتراحات والآراء حتى إن كانت واهية، تعديل إزالة الأخطاء المصاحبة للأفكار القائمة حاليا، محاولة ابتدائها قبل الاختبار بين البدائل المطروحة، حاول أن تتبع عندما يرتديها الشخص المقابل، تسخير الزمان والمكان لأجل الإبداع والابتكار. هذه النقاط الأساسية التي يجب أن تركز عليها عندما تلبس القبعة الخضراء. وهنا مثال، دعونا نبحث عن فكرة جديدة ونكمل المثال السابق الذي تكلمت عليه. قلت لكم أن نحن مجموعة من الأصدقاء قررنا أن نبتري حالا لكي نقدم فيه طعام، وكانت الفكرة الأولى أن هذا المشروع صعب وأن
الميزانية لا تكفينا لكي محل في هذه المنطقة. والفكرة الثانية الإجابة، قال هناك عدد من الناس كبير وهناك إقبال بالنسبة للقبعة الصفراء. أما القبعة الخضراء فقال أننا في هذه المنطقة لا يوجد أحد له أكل هندي، أي بالطريقة الهندية، والطريقة الهندية معروف عليها أن فيها خضار أكثر من اللحم. وهنا أحد الأصدقاء الذي يلبس القبعة الخضراء قال سنضع طريقة مثالية لكي نسوق منتوجنا، سنضع شاشة تلفاز عليها برامج تقول أن اللحم يسبب السرطان، أما الخضروات تطيل العمر وتجعل الإنسان جميل، وسنأتي بمحاضرات لدكاترة في علم التغذية. إنها فكرة رائعة أن تضع شاشة داخل المحل لا تضع فيها الموسيقى أو الصوت. ممتاز، الفكرة هي أن تضع شاشة داخل المحل فيه أكل بالطريقة الهندية، وتقدم دورات تدريبية عن الأكل والصحة والجمال داخل المحل، ولا تقدم لا مباريات ولا غناء. إذن هذه الفكرة فيها إبداع، ألا تلاحظون أن من قال هذه الكلمات لبس القبعة الخضراء؟ الأسئلة التي يطرحها، من يستخدم هذه القبعة؟ هل هناك طرق أخرى لتنفيذ هذا الشيء؟ ماذا يمكننا أن نفعل؟ أيضا اتجاه هذا الأمر، ما هي الاحتمالات القائمة؟ ما هي الحلول التي نستخدمها في مواجهة هذه السائل؟ من يلبس هذه القبعة يجب أن يسأل الأسئلة التالية، هل هناك طرق أخرى لتنفيذ هذا الشيء؟ ماذا يمكن أن نفعل أيضا اتجاه هذا الأمر؟ ما هي الاحتمالات القائمة؟ ما هي الحلول التي نستخدمها في مواجهة هذه الصعاب؟ إذن هذه القبعة الخضراء قبعة الإبداع. ممتاز. إذن ننتقل إلى هذه الصورة. كم من رأس في هذه الصورة؟ فاطمة، هذا هناك أستاذة فاطمة. ثلاثة رؤوس، أربعة، ثلاثة، اثنان. كم رأس في هذه الصورة؟ اثنان، ثلاثة. كونوا إبداعيين، البسوا القبعة الخضراء وكل أربعة، أكثر من خمسة. ستة، ربما أكثر من ستة. أول شيء هناك رأس في هذه المنطقة، انظروا، هناك رأس هنا وهنا رأس، اثنان، والثالث هذه المرأة، والرابع هذا الصبي الذي عند المرأة، والخامس هذا الشخص، والسادس هذا الرجل، والسابع هذا الكلب، والثامن هذا الطير. كم من رأس عندنا؟ ثمانية رؤوس. إذن يجب أن ترتبوا جيدا في الصور، واستخدموا القبعة الخضراء التخيل كي تصل إلى النتائج. كم؟ 11. أين هم يا أستاذتي؟ أين هم؟ سأعطيك القلم أستاذ خالد. أين هو أستاذ خالد؟ ها هو القلم، أعطيني أستاذ خالد. صفاء كتبت، هي التي كتبت،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صفاء أين أنت؟ هناك رأس على الأرض. نعم نعم، بالجوار العصفور رأسان. إذن 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 صفاء لك، لك نجوم على إبدائك. نعم هناك رأس في الأرض، هناك رأس، هناك رأس أمام العصفور، ها هو ده، ورأس آخر 8 9 10. أعطوها نجوم، أرسلوا إلى صفاء نجوم، لأنها أتت بالرقم الصحيح. وننطلق إلى القبعة، القبعة هذه القبعة ما لونها في نظركم؟ قولوا لي ما لون هذه القبعة وما اسم التفكير الذي عندها؟ ما نمط التفكير وما لون القبعة؟ إنني لا أعرف القراءة، فقولوا لي ما لون هذه القبعة؟ الزرقاء، الزرقاء، قبعة الزرقاء. والتفكير، والتفكير الموجه او التفكير الشمولي، دائما القائد هو الذي يلبسها، الاجتماعات المسير هو الذي يلبس القبعة الزرقاء. والزرقاء متعلقة، هذا اللون معلق بلون السماء، متعلق بلون السماء الذي يغطي ويشمل كل مساحة الأرض، ويتطلع علينا من أعلى وتعني الهيمنة وتحكم بحكم موقعها. هكذا هو التفكير باستخدام القبعة الزرقاء في نفس السياق، يعني التحكم والسيطرة على التفكير ذاته. ماذا يا أستاذ مريم؟ إنها القبعة الزرقاء فقط، قبعة الزرقاء شكل من الديكور فقط يا أستاذة مريم. تستخدم هذه القبعة لتنظيم التفكير نفسه، لضبط عملية التفكير، التحكم في سير عملية التفكير والنتائج التي وصلت إليها، وضع خطة للعمل على الموضوع واتخذ القرارات. سأعيد عليكم، تستخدم هذه القبعة لتنظيم التفكير نفسه، لضبط عملية التفكير، التحكم في سير عمل التفكير والجلسات والنتائج التي وصلت إليها. عندما نضع خطة للعمل على الموضوع أو نتخذ قرار، فإننا نضع القبعة الزرقاء لفرد واحد فقط في المجموعة، وليس الكل عنده القبعة الزرقاء، وتحديد الأولويات كما قال الأستاذ أكرم. وصاحب هذه القبعة يسأل ما هي الأولويات كما قال الأستاذ أكرم؟ ماذا استفدنا حتى هذه اللحظة؟ ليس بعد. ها أنت يا أستاذ مريم، قلنا التفكير بالقبعة السوداء، بالقبعة الزرقاء مرتبط بلون السماء، السماء تغطي الأرض كلها، بمعنى بمعنى أننا نستعمل التفكير المهيمن الموجه إلى أفكار معينة، نستخدمها في التفكير نفسه، في ضبط عملية التفكير، نوجه التفكير إلى موضوع معين لكي لا نخرج عن المساق، النسق الذي عيناه في الأول، الشمولية كما قلت. وصاحب هذه القبعة يمكن أن يسأل ما هي الأولويات، ماذا تفعل حتى هذه اللحظة؟ ويكون هذا النوع من التفكير بمثابة الضبط والموجه والمرشد الذي يكون هذا النوع من التفكير بمثابة الضابط والموجه والمرشد الذي يتحكم في توجيه أنواع التفكير الخمسة السابقة، وهو الذي يقرر متى يبدأ نوع التفكير ومتى ينتهي. وعند ارتدائها يجب أن نركز على الأشياء التالية والنقاط الأساسية، إنها تجسد دور المنسق والمنظم، البرمجة والترتيب، ووضع خطوة أو خطوات التنفيذ، توجيه الحوار والفكر والنقاش للخروج بأمور عملية، التركيز على محاور الموضوع. شكرا أستاذ يحيى. تنظيم عملية التفكير وتوجيهها،
المقدرة على تمييز أصحاب القبعة الأخرى وتوجيههم، التلخيص النهائي للموضوع ووضع خاتمة للتفكير وتقديم اقتراحات المناسبة والفعالة. يميل صاحبها لإدارة الاجتماعات، يميل التلخيص النهائي للموضوع، يجوز لبسها بوصف أحد أعضاء المجموعة وليس كل المجموعة، تبين الملاحظات الغير المناسبة واللائقة، محاولة ارتداء خاصة عندنا إذا نضج الموضوع في نهاية الجلسة وعدم السماح بارتدائها في بداية الجلسة أو الاجتماع، محاولة تمييز من ترتديها والمساعدة على عدم السيطرة حتى ينضج الموضوع، مناشدة قدوات المجموعة باتخاذ القرارات، مناشدة قدوات المجموعة باتخاذ القرارات. هذه القبعات لا يمكن لبسها في بداية الجلسة، هذه القبعة دائما نلبسها في آخر الجلسة، ويلبسها شخص واحد داخل المجموعة وليس كل الأشخاص، شخص واحد فقط. والمثال لدينا الآن أربع اقتراحات، ما هي الخطوة القادمة؟ وأذكركم بالمثال الذي قلت لكم، هو كراء محل لمكان خاص للتقديم المشروع السابق. هذا المشروع الأول قال أن مستوى الكراء جدا مرتفع، والثاني قال عدد الساكنة موجود بكثرة وهنا يمكن أن يمشي الحال، والثالث أعطانا فكرة رائعة عن طريقة جلب الناس لكي يكونوا داخل هذا المطعم. وأنا كنت ألبس القبعة الزرقاء، قلت وصلنا إلى هذه الأفكار، ما هي الخطوة التالية؟ الخطوة التالية كما سأوجه التفكير، الخطوة التالية هو البحث عن المكان الكراء، استخدام طباخ من الهند أو من يعرف الطبخ الهندي، البحث عن دكاترة، عن تسجيلات لدكاترة في التغذية، والبحث عن طريقة الهندية في طبخ وتقديم الأكل. هذه هي الخطوات التالية والمحصلة عند ارتداء القبعة الزرقاء. والأسئلة التي تطرحها عندما ألبس وتوج المطعم إن شاء الله يا صفاء، سنكون شركاء فيه إن شاء الله يا صفاء. والأسئلة التي نطرحها أثناء استعمال هذه القبعة، ما هي النقاط التي نرتكز عليها؟ ما هي الخطوات التالية؟ أي القبعات نضع الآن؟ كيف نلخص النقاش الذي دار حتى هذه اللحظة؟ ما هو قرارنا في الموضوع المطروح؟ إذن عند استخدام هذه القبعة نسأل الأسئلة التالية، ما هي النقاط التي نرتكز عليها؟ ما هي الخطوات التالية؟ أي القبعات نضع الآن؟ كيف نلخص النقاش الذي دار حتى هذه اللحظة؟ ما هو قرارنا في الموضوع المطروح؟ إن شاء الله قريبا يا أستاذ صفاء. هنا وضعت لكم تلخيص للقبعات وطريقة التفكير، اللون الأبيض قلنا ولون النور والتفكير المحايد، وسرد هي سرد معلومات، عندنا خصائص في المعلومات فنقوم ببحث عن المعلومات. اللون الأصفر كما قلنا سابقا هو مقابل لون الشمس والتفكير المتفائل، دائما نذكر الإيجابية المشرقة. اللون الأحمر كما قلنا في الدورة السابقة التفكير والعاطفة فقط. اللون الأسود هو لون التشاؤم والظلام، التفكير التشاؤمي أو التفكير السلبي. اللون الأخضر قلنا هو ربطنا بالأعشاب وبنمو العشبة والخضرة، وقلنا أنه ابتكار التفكير الابتكار، وقلنا أنه الأزرق ولون السماء والهيمنة والتفكير في الموجه. إذن هذا ملخص بسيط للقبعات الست، وننتقل إلى المرحلة التالية. وما هي وأهم سؤال
ما أهم استخدامات القبعات التفكير؟ ما هي أهم استخدامات القبعات في مجال عملي التعليم؟ يقول أستاذ أكرم، ما هي مجال استخدام القبعات التفكير في كل مجالات الحياة؟ في كل مجالات الحياة. في وضع رسالتي الشخصية، التعامل المجتمع والناس أكثر، يمكن تعليمها للأطفال، ممتاز ورائع. في الشركات يزرق الاتجاه التفكير عندما ناقش مشكلة ومحاولة اتخاذ القرارات كما قال أستاذ خالد. الإدارة وإدارة الحياة، أعتقد في جميع مجالات الحياة. تطوير الذات كما تكتب نواه، لكي أفهم نفسي ومن حولي، وخصوصا في فهم الناس. ممتاز ممتاز. عند التخطيط واتخاذ القرارات، الكل يرسل إلى التفكير، التنظيم التفكير بصفة عامة، الكل يرسل إلى نفسه نجمة، رسم التفكير والإبداع، الكل يرسل إلى نفسه نجمة، الكل يرسل إلى نفسه التفكير في المستقبل، حاول إيجاد حلول لكل موقف، الكل يرسل إلى نفسه نجمة، رائع رائع رائع. هناك استخدامان أساسيان للقبعات وعمال، الاستخدام الفردي للقبعة واستخدام التسلسل أو التتابع. الاستخدام الفردي للقبعة لفترة محدودة، لتبني نمط تفكير معين، وذلك لأغراض كتابة تقرير أو تسيير أعمال اجتماع أو في محادثة. استخدام تسلسلي، هناك تستخدم القبعة الواحدة تلو الأخرى لبحث واستكشاف موضوع معين. هناك طريقتان، الطريقة الأولى إما استخدام القبعة مرة واحدة أو استخدام القبعات متتالية حسب الموقف الفردي أفضل النتائج. ممتاز أستاذ أكرم. هنا استخدامات أخرى، يجب يحدد الشخص أي القبعة تستخدم سيلة عن موقف معين كما قال أستاذ أكرم. وهنا كمان نتكلم عن استخدام الشخصي. استخدام أثناء التحدث مفيد للتخاطب وتبادل الآراء كما نفعل الآن. استخدم اجتماعات، الجميع يحاول استخدام القبعات. استخدم عند كتابة التقارير لكي نحيط بكل جوانب التقرير. والاستخدام الفردي للقبعات سيكون على الشكل التالي. القبعة الصفراء لدى طرح فكرة جديدة عند حدوث تغيير أو تعديل أساسي، عندما ينظر إلى فكرة ما بأسلوب سلبي. لا بد من ربط بين القبعات الاستثناء. سنرى الطريقة. القبعة الصفراء لدى طرح فكرة جديدة نستخدمها عند حدوث تغيير أو تعديل أساسي، عندما ينظر إلى فكرة ما بأسلوب سلبي نستخدم القبعة الصفراء. القبعة الخضراء عندما يصبح التطور والتحسين شيء مهم، عندما تتواجد الضرورة لطرح بدائل وخيارات، عندما تتواجد الضرورة لطرح أفكار جديدة، تغيير القبعة لتغيير الموقف. نعم أستاذ يحيى، لطرح رؤية مختلفة تجاه أمر ما. القبعة الحمراء عند بحث فكرة قائمة تعتبر مثار للجدل، وجود تشاؤم أو تفاؤل غير مبرر حول الفكرة، إجازة النبض المجموعة حول قرار ثم اتخاذ. بمعنى عندما نرى أن المجموعة اتخذت قرارا ونريد أن نعرف السبب، فنستخدم القبعة الحمراء لكي نلغيها هواتفهم يقولوا الحقيقة المخبات وراء اتخاذ هذا القرار. والقبعة السوداء عند دراسة مشروع أو فكرة ما، عندما تبدو فكرة ما جذابة، فكرة فراء محال هي فكرة جذابة لكي يكون عندك دخل إضافي،
نستخدم القبعة السوداء لكي نعرف المخاطر التي ستواجهنا. عندما تبدو فكرة ما جذابة بعد أن تعرف القبعة الصفراء على مزايا وإيجابيات، عندما نستخدم القبعة الصفراء نستخدم مثلا القبعة السوداء عندما يحدث تغيير في المحيط. كما ترون أن العرب كلهم عندهم ما يسمى بالربيع العربي، يجب الآن أن نلبس القبعة السوداء لنعرف أي المخاطر المستقبلية التي ستواجه هذه الأمة. القبعة البيضاء عندما يطرح موقف جديد لدى اتخاذ قرار، الأهم أن تناسب الموقف. نعم تبقى لدى اتخاذ قرار عندما يصبح التفكير غير واقعي، عند تصوير الخلافات وآراء متباينة، عندنا فكرة ولكن هناك آراء وخلافات على هذه الفكرة. الطريقة المثلى هي إعطاء أرقام وتفاصيل لكي نتخذ قرار مبني على أشياء دقيقة. عند تدارس عرض ما أو مفاوضات، القبعة الزرقاء عند نشوف نزاع أو اختلاف، عندما يصبح من الضروري اتخاذ قرار، عندما يصبح الوقت عامل حاسم، وجود ضرورة لبحث واستقصاء أمر ما، عندما يصبح التفكير غير مرتب. هذا التفكير الفردي، أما التفكير التسلسلي كما قلتم فهذه الطريقة، هو شيء يستخدم عندما يكون الوقت قصير، التفكير عشوائي وغير موجه، هناك معتقدات وأفكار مختلفة ومتباينة ومتضاربة. تذكر أنه لا يوجد تسلسل واحد تحت بعينه، ليس من الضروري استخدام كل القبعات في كل تسلسل، بمعنى سأعطيكم تسلسل ولكن ليس بالضروري أن تحترموا هذا التسلسل، كل واحد يمكن أن يستخدم تسلسله الخاص حسب المواقف. التسلسل الثابت هو التفكير الإبداعي، التفكير العاطفي، التفكير الموجه، هذا يسمى التسلسل الثابت. التسلسل المرن، نبدأ بالتفكير العاطفي ثم نزاوج بين التفكير الإيجابي والتفكير الحيادي، نبدأ بالتفكير العاطفي ثم نزاوج بين التفكير السلبي والتفكير الحيادي. التسلسل المتغير، نبدأ دائما بالأفكار الإبداعية، ننتقل إلى العاطفة ثم نستخدم أي قبعة نريد أن نستخدمها، مثلا نستخدم القبعة السوداء ثم القبعة الصفراء، أو لا القبعة الصفراء ثم القبعة السوداء، أو نستخدم القبعة الصفراء ثم نستخدم القبعة الزرقاء، أو نستخدم القبعة الخضراء، القبعة الحمراء، القبعة السوداء، القبعة الصفراء، القبعة الزرقاء. فكرة إبداعية نراها من الجانب العاطفي، ثم نراها من التفكير السلبي والتفكير الإيجابي، ثم نجمع الحصيلة والملخص بالتفكير الموجه. التسلسل الثابت، التسلسل الثابت، الأفكار الإبداعية، الأفكار العاطفة، ثم التفكير الموجه. إذن ننتقل إلى التسلسل المتغير، وهنا سأعطيكم بعض الأشياء التي ستنفعكم في تطبيق القبعات. استخدام القبعات في بداية التسلسل، القبعة الزرقاء تقدم وتعرف بالموضوع المطروح، ربما تستخدمها في بداية الأمر فقط، تعرف بالموضوع فقط لكي توجه التفكير إلى الموضوع، لكي لا يخرج الناس عند النقاش خارج هذا الموضوع. القبعة الحمراء لكي تعرف مشاعر الناس حول ذلك الموضوع في بداية التعلم. القبعة البيضاء لتوفير معلومات عن فكرة جديدة أو بحث أو استكشاف فكرة محايدة، بمعنى نحن كنا كمثال كراء محال. القبعة الزرقاء هو أننا سنشتري محال لكي يكون فيه مكان للأكل، هذا هو التفكير الموجه. القبعة الحمراء، ما رأيكم في هذا المشروع؟ يعبرون بأحاسيسهم بشعورهم، ما رأيكم؟ القبعة البيضاء، سأقول لهم هذا المشروع سيكلف بثمن معين
طريق السكنة حسب المنطقة، أو أننا سيكون عندنا مطعم للأكل الهندي. ما زلنا في بداية التسلسل القبعة الصفراء للبحث عن المزايا والاكتشاف قيمة اقتراح أو فكرة. تجنب عناء البحث عن معلومات إذا لم يوجد فوائد ظاهرة للفكرة. تستخدم قبل القبعة السوداء، قبل السوداء إذ أن السلبيات قد تخدم الإيجابيات، لأن نستخدم القبعة الصفراء قبل القبعة السوداء. القبعة الخضراء تجنب استخدامها في البداية، إذ يفضل أن تبدأ بالقبعة البيضاء لجمع المعلومات اللازمة والتي بها تتمكن القبعة الخضراء من طرح البدائل والأفكار الجديدة. نعم، كنا سنكتري محال في منطقة، وهذه المنطقة معروفة بأن فيها محال كثيرة للأكل، ولكن عندما جمعنا المعلومات في القبعة البيضاء أن هذه المحال كلها تقدم نفس نوع من الأكل، إذا القبعة الخضراء تقول سنقدم الأكل الهندي بالطريقة التالية. القبعة السوداء تمثل الرؤية التقليدية للتفكير وتحجو فوائد ومزايا الفكرة، لذا تجنب استخدامها في البداية، لا تستخدمها في البداية. وفي وسط التسلسل الفكري نستخدم القبعة الخضراء لإيجاد وطرح البدائل المقترحة كما قلت لكم. عندما ناقشنا فكرة المحال اقترح أحد الأعضاء داخل هذه المجموعة أن نقدم دروس حول دورات الصحة وتأثير الأكل الأقلي والأكل الأخضر على الجسد ونضارته. القبعة الصفراء لإيجاد فوائد في مقترحة القبعة الخضراء. وعندما اقترح هذا الشخص هذه الفكرة ناقشناها بإيجابيتها نظرا لوجود السرطانات بكثرة وطرق الأكل اللحوم بكثرة. القبعة الصفراء للبحث عن قيمة إضافية بعد استخدام القبعة السوداء. القبعة السوداء بعد القبعة الصفراء من تحديثتان متوقعة. يقول سنقع في مشاكل، أحد الأدقاء سنقع في مشاكل لأننا وضعنا لافتات تقول أن اللحم يؤدي إلى سرطانات، يأتي لنا الجزارة الذين يبيعون اللحم ويتهموننا بأشياء أخرى ربما يعتدوا علينا بالضاء. القبعة البيضاء لاستقصاء وبحث معلومات وبيانات إضافية عن الموضوع المطروح. هذا في التسلسل التفكير في الوسط. أما في النهاية نستخدم القبعة كما قلت لكم، القبعة الزرقاء لتلخيص عملية التفكير، القبعة البيضاء لمعرفة هل هناك نقص المعلومات. في الأخير نقول نستخدمها كي نعرف هل كل شيء على ما يرام. القبعة الحمراء بعد السوداء لاستيضاح ردود فعل عالية شعور الأصدقاء. القبعة الحمراء لاستيضاح الشعور تجاه الاجتماع والحوار. الزمن نسمح بثلاثة إلى أربع دقائق لكل قبعة يسمح استخدام ثلاثة إلى أربع دقائق للشخص. إعلان، هيا دي يا أستاذتي مريم، ممتاز. إذن الزمن يسمح بثلاثة إلى أربع دقائق لكل قبعة. إعلان، الوقت المحدد لكل قبعة يجوز تمديد الوقت إذا توالت الأفكار المقترحة، يسمح بثلاثين ثانية فقط للقبعة الحمراء كحد أقصى. دائما حاولوا أن لا تجلس القبعة الحمراء أن يستغرق كثيرا، لأن القبعة الحمراء سيذهب في الشعور والعواطف وينسى الأمر الذي كنا نتحدث عنه. بعد قالوا عن القبعات، يمكن استخدامها لمختلف الدرجات والوظائف، تحسن المستوى التواصل والعلاقات العامة، تقليل من النزاعات والخلافات، تشجع الإبداع، ترتقي بنوعية وكفاءة التفكير. الآن وصلنا إلى محطة جد مهمة. هذه المحطة هي محطة تطبيق التدريبات على التفكير بطريقة القبعات. هل أنتم مستعدون؟ مستعدات؟ إذن المبدعين والمبدعات مستعدين لكي يبدأوا التطبيق الأول.
اقترح أحد الأصدقاء أن يضع ملح على الأيس كريم. اقرأ التعليقات التالية وقل لي ما نوع التفكير ولون القبعة. سعد قال: أنا لا أحب، أنا لا أحب تلك الفكرة. أي قبعة وأي نوع من التفكير؟ سوداء: أنا لا أحب تلك الفكرة، أنا لا أحب. ركزوا 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 ركزوا. أنا لا أحب. الأحمر، القبعة الحمراء والتفكير، والتفكير القبعة الحمراء والتفكير العاطفي، لأنه استعمل كلمة أحب. عندما تستخدم كلمة أحب أو أشعر فإنه يستخدم قبعة العواطف، الشعور، نتكلم عن الشعور. عمر قال، عمر قال: ولكنها ربما تضيف طعما رائعا. عمر قال: ولكنها ربما الأخضر، الأخضر، الأخضر. الإجابة ليس بالأخضر، الأخضر. ربما نستطيع أن نقول القبعة الخضراء والقبعة الصفراء معا، القبعة الخضراء والقبعة الصفراء معا. عبد الله: لن تنجح لأن الملح سوف يذيب الأيس كريم. القبعة السوداء، الزرقاء. هل يمكن أن تكون القبعة البيضاء كما قال أكرم؟ لماذا؟ لماذا؟ التفكير الحيادي. معلومة دقيقة وواضحة: الملح يذيب التلج، الملح يذيب التلج. إذن هذه معلومة علمية دقيقة. إذن التفكير القبعة البيضاء والتفكير الحيادي. أحمد: في بعض الأحيان يوضع اللوز مملح في الأيس كريم، في بعض الأحيان يوضع اللوز مملح في الأيس كريم. زرقاء ليس الإبداع، زرقاء ليس الإبداع. أستاذ خالد: هو تفكير إبداعي نعم، ولكن ليس اللون أزرق، اللون الأخضر، اللون الأخضر. هي خضراء، 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 القبعة الخضراء والتفكير الإبداعي. خالد قال: كم من الملح يمكن أن يوضع حتى يصبح طعمه لذيذ؟ كم من الملح يمكن أن يوضع حتى يصبح طعمه لذيذ؟ أي قبعة؟ القبعة البيضاء كما كتبت نوال، القبعة البيضاء والتفكير الحيادي. محمد: لماذا لا نفكر بالنقاط الإيجابية أولا ثم النقاط السلبية؟ التفكير، التفكير الزرقاء كما كتبت الزرقاء، التفكير الموجه، الزرقاء. هل نمر إلى التطبيق الثاني أو نقف؟ هل تريدون أن نمر إلى التطبيق الثاني؟ من يريد المرور إلى التطبيق؟ نمر، تمام إن شاء الله. إذن نمر إلى التطبيق الثاني. التطبيق الثاني: بيّن أي لون من القبعات يرتديها المتحدث عندما يقول ما يلي. لا تسألني عن السبب لأنني لا أحب هذه الفكرة. حمراء، حمراء، حمراء. والتفكير، 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 والتفكير العاطفي. أعتقد أن المدير لن يأخذ بوجهة نظرنا، أعتقد، أعتقد أن المدير لن يأخذ وجهة نظرنا. سوداء، سوداء، والتفكير. السلبي. أعطني الدرجات النهائية الخاصة بالتلميذ في مادة الرياضيات. أعطني الدرجات
النهائية بتلاميذ مادة الرياضيات. ما لون هذه؟ بيضاء كما كتب فاطمة، بيضاء، بيضاء التفكير الحيادي، ويريد وعنده نقص في المعلومات، يريد معلومات وتفكير محايد. رائع فاطمة. ننتقل، ليس الإيجابية، هذا عنده نقص في المعلومات. معنى التفكير بالقبعة البيضاء، التفكير الحيادي. دعونا نركز على ما يريده كل منا لمناقشة هذا الموضوع. دعونا. زرقاء كما كتبت صفاء، زرقاء كما كتبت صفاء، والتفكير الموجه. إن نصف الكوب ليس فارغا، والنصف الآخر ممتلئ. خضراء ليس خضراء، الصفراء صفراء 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 صفراء، والتفكير 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 الإيجابي. ماذا لو؟ ماذا لو جعلنا إطارات السيارة بدلا من الهواء؟ ماذا لو جعلنا إطارات السيارات ممتلئة بالماء بدلا من الهواء؟ الخضراء والتفكير الإبداعي، والتفكير الإبداعي. الآن أراكم قد أتقنتم تطبيق القبعات. هل تريدون أن ننتقل إلى التطبيق الثالث؟ نمر نفتح شوية، نمر. هناك التطبيق الأخير هو التطبيق الثالث فقط يا أستاذة مريم. التطبيق اطرح ملاحظاتكم من واقع التفكير باستخدام مهارة القبعة الست للموضوع التالي. اختاروا أحد هذه المواضيع لكي تطبق عليه القبعات الست. اختاروا. هل ترغبون أن نناقش التوجه الحديث وهذا التدريب عن بعد، أو تفشي مرض الوقاية منها، أو ترغبون في اختيار مشرف لموقعك الإلكتروني الخاص؟ اختاروا أولا الموضوع التدرب عن بعد. عن بعد أول شيء البسوا القبعة البيضاء وأعطوني الأفكار عن التعلم عن بعد. البسوا القبعة البيضاء وقولوا لي ماذا ترون في دائرة التدريب عن بعد؟ على الأكاديمية مثل هذه الأكاديمية الكريمة، ممتاز. ما هي فوائد التدريب عن بعد؟ المعلومات، أطلب المعلومات، دراسة سوق التدريب من سوق المتنافس. سأعطيك جملة. في أمريكا وصل عدد الدراسة عن بعد 80%، وتوجد شهادات تعطى للدكتوراه والماجستير للتعليم عن بعد بمستويات مختلفة. وصل عدد الجامعات التي تدرس عن بعد إلى 30 جامعة في ولاية كنساس. إذن هنا نعطي معلومات فقط، لا نعطي شعور، نعطي معلومات. وكون هنا مثل هذه الجمل، هنا مثل هذه الجمل. ليس ما مدى، لم نصل ما مدى عندما نستخدم القبعة الصفراء والقبعة السوداء. أعطوه معلومات فقط، معلومات. يستخدم التعليم عن بعد الدول التالية بنسبة وعدد الزوار. هذا ما يجب عند لبس القبعة السوداء، يجب أن نتكلم. حدث المعطيات المعتمدة. سوق التدريب وإعداد الإمكانيات وصوله إلى هذه الإعداد. المعاهد، استغلال وقت الحضور الشخصي، المعاهد والجامعات. ممتاز. الآن سنلبس. يوجد العديد من الجامعات تستخدم التعليم عن بعد. الآن سنلبس القبعة الحمراء. نستخدم القبعة الحمراء. اتاحت الفرصة أكبر. سنلبس القبعة الحمراء. ماذا سنقول؟ أحب التدريب عن بعد، أحب التعلم عن بعد،
أشعر بالراحة وأنا أشعر بالراحة وأنا أدرب الطلبة أو أتدرب عن بعد. أكون في لباس المنزل وأنا أتدرب عن بعد. أكون في لباس المنزل وأنا أحب الراحة وأشعر بالهدوء وأنا أدرس وأشرب القهوة التي أحبها. تدرب عن بعد يسهل الوصول للمتدرب. الحرية. إذن هنا لبسنا قبعة حمراء. الآن نلبس القبعة الصفراء. نلبس القبعة الصفراء. التدرب عن بعد. التدرب عن بعد. نتحقق مزايا رائعة. دائما عندما تستعمل القبعة الصفراء قول المزايا الفوائد. تكلم عن الفوائد. الأمل والتفاؤل. تقدم المسافات. ممتاز. فوائدها كالتالي. التدريب عن بعد يحقق الآفاق. تقدر التدريب عن بعد أقل من الحضور. في السنوات المقبلة يكون لها انتشار واسع في كل الدول العربية. التدريب عن بعد يحقق أناس كثيرين. مرنة في الوقت. السهولة. يساعد على تحقيق الذات. تدريب عن بعد يتيح التدريب لمن يعمل. اختار البرامج المناسبة. حرية الاختيار. تحصل على المعلومات وأنت في البيت. ممتاز. الآن سنلبس التعليم عن بعد أمن تحقق. لن تضطر إلى ترك العمل. الآن ممتاز جدا لجو الاحتياجات الخاصة. رائع. الآن نلبس القبعة السوداء. نلبس القبعة السوداء. سيدتها هي لا يحقق أي شيء. النت متقطع. النت مضيع للوقت. ضعف النت عائق للمشاركة الفعالة. توجد مشكلة في التواصل مع المحاضر. صعوبة دخول القاعة. التشاؤم. لا أركز. هناك مشكلة أخرى وهي قد يكون وقتها متأخر. هناك مشكلة نظر الأمور نظرة خاصة. هناك مشكلة أخرى هي أن في الدول العربية جميع الشهادات التي تمنح داخل القاعات غير متاندة من طرف وزارة التربية والتعليم خصوصا في المغرب. ولو أخذتها يا أستاذ صفاء فإن في المغرب شهادات التي تمنح من طرف الأكاديميات عبر التعليم عن بعد غير معترف بها في وزارة التربية والتعليم عندنا. هذا إشكال بالنسبة لنا. لا يمكن إضافتها إلى السيرة الذاتية وتقديمها كأدلة على أنك تدربت. الدول العربية ما زالت متأخرة في التعليم عن بعد. أما الدول الأنجلوساكسونية دول اعتمدت التدريب عن بعد وتعتمد الشهادات التي توجد على التدريب. لا توجد معايير لضبط سوق التدريب عن بعد. ممتاز أستاذ خالد. الآن سأقول لكم ارتدوا القبعة الخضراء وتكون بأفكار إبداعية في هذا المجال. يمكننا تغيير واقعنا عن طريق التعلم عن بعد. التعليم عن بعد يمكن اكتشاف ممكن أكامل الخلق. التجديد عن بعد يختصر المسافات وفرصة لتبادل الأفكار ونبدأ البرامج للوصول إلى أفضل الأساليب التربوية. التعليم عن بعد. أول شيء
سأقول لكم طريقة مثلا للتفكير الجديد، سأغير القاعات بحيث تصبح قاعات تفاعلية بين المدرب والمتدرب، فنجعل الوزارة من فتشيها تدخل إلى القاعات وتعرف الكمية البيداغوجية أو الحالة البيداغوجية للدورات التي تقدم. هذه القاعات يجب أن تقدم الدورات على شكل برامج وليس على شكل دورة منفردة، بمعنى نتكلم عن سلسلة من الدورات المتكاملة لكي نصل إلى أهداف بيداغوجية معينة. عمل حملة لمهد أمي عن طريق التعليم عن بعد ممتاز. التعليم عن بعد تواصل التواصل الفكري والإنساني. يمكن إجراء محاضرة الحديث التخرج ومعرفة أهم التجارب الناجحة. من كان يختصر المسافة؟ من كان يستخدم القبعة الزرقاء طيلة هذه المناقشة؟ اعتماد الشهادة. التعليم عن بعد تدريب الشركة في الشركات. من كان يستخدم القبعة الزرقاء طيلة هذه المناقشة؟ المحاضر هو الذي كان يوجه تفكيرنا إلى يستخدم القبعة الزرقاء لتوجيه التفكير حول التدريب عن بعد ولبس القبعات. أنا أبحث عن طريقة رائعة بديلة. تمام. إذا طبقنا التفكير بالقبعات وصلنا إلى مرحلة، هذه مرحلة تقول القبعة التفكير سيكون على الشكل التالي: القبعة السوداء تتم بالتقدير السلبية والجوانب الخاطئة، البيضاء تعبر عن تفكير الذي يعني يعنى بالحقائق والأرقام، الحمراء تعبر عن المشاعر والاستبعاد المنطوق القديم المبررة، والخضراء تعبر عن تفكير إبداعي وتقديم البدائل المثالية. ألخص لكم الدورة في هذه الخريطة التي رسمتها خصوصا لكم. أنواع: أول شيء تكلمنا عن التفكير، وهذا التفكير انطلقنا من الناحية الإسلامية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، ثم انتقلنا إلى أقوال المفكرين في هذا المجال، قلنا في إسلامي ومفكر أجنبي من إنجلترا، ثم انتقلنا إلى إدوارد دوون وتكلمنا من هو إدوارد دوون وأهم آرائه، وتكلمنا عن مفاهيم القبعات الست وكيف أتت، وعن الأهداف الخاصة والعمل القبعات الست، ثم التقنية الخاصة للقبعات وفوائدها وتطبيقات عملها وأنواع كل القبعات. تكلمنا البيضاء، الحمراء، السوداء، الصفراء، الخضراء، وربطناها بأنواع التفكير، ثم انتقلنا إلى الاستخدامات الخاصة باستخدام قضية استخدام التسلسلي، ثم انتقلنا إلى التطبيقات. إذا لم تكن عندكم الأسئلة فلتقيموا هذه الدورة على هذا الشكل التالي، إذا كنتم استفدتم فأعطوا. أنت الآن أستاذ خالد تستخدمه. إذا كنتم استفدتم 70% فاكتب ممتاز جدا، جيد جدا ب 50% وجيد ب 17%، 80% يحيى، 80% ممتاز رائع. الحمد لله لقد وصلنا إلى النتائج المتوخاة من تقديم هذه الدورة لكم، وصلنا إلى ما أردنا، ما كنا نصل إليه، الحمد لله. وهذه طرق التواصل مع المدرب، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي يسر لنا الأمر وجعله رطبا وسهلا على لساننا، الحمد لله الذي مكننا من هذه التقنيات لكي نتواصل، لكي نتعلم، لكي نستمع من أجل العلم، الحمد لله. هذا كل أمر. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجعلنا وصاة على هذا الدين وعلى هذا الأمر، وأن نوصل العلم، وأن لا نخبي العلم، وأن لا نجعل العلم
هنا نفقت بل عمم العلم على كل مخلوقات هذا الكون. الحمد لله الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى دورات قادمة إن شاء الله.